أصرت الفنان سمير غانم ترد على دخوله في غيبوبة وتوجه رسالة إلى الإعلاميين. إخواننا الرحمة رامي رضوان يعرب عن استيائه من الشائعات المنتشرة عن سمير غانم. إحنا فينا اللي مكفينا رامي رضوان وحسن الرداد يوضحان الحال الصحي للفنان سمير غانم. جمهور سمير غانم يتمنى الشفاء له ومصدر بالنقابة نتابع حالته أولا بأول. رامي رضوان عن وفاة سمير غانم الرحمة من الشائعات إحنا فينا اللي مكفينا. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو في لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع سمير غانم. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. حقيقة دخول سمير غانم في غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى. أكدت الفنان نهال عنبر المسؤولة عن ملف الصحة في نقابة المهنة التمثيلية لليوم السابع أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم في غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى غير صحيح، موضحة أنها تتابع الحالة أولا بأول ولم تتلقى أي معلومة عن دخول النجم في غيبوبة. وتابعت نهال عنبر أن سمير غانم ما زال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها علاجه، وتعتبر حالة الصحية غير مستقرة. وفي تصريحات سابقة لليوم السابع نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير إصابته بفيروس كورونا، وأن كل الإشاعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد-19 غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا والموجودة داخل مستشفى عزل. وقال المصدر في تصريح خاص لليوم السابع إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال. وكانت الفنانة دلال عبد العزيز تعرضت هي الأخرى لوعكة صحية بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجدة، وتتواجد حاليا داخل أحد مستشفيات العزل وتتلقى بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة. أسرة الفنان سمير غانم ترد على دخوله في غيبوبة وتوجه رسالة إلى الإعلاميين. ردت أسرة الفنان المصري سمير غانم على الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية حول تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة، وجهت رسالة إلى الإعلاميين. وعبر الإعلامي رام رضوان زوج ابنته دين عن استيائه، وكتب عبر حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح. السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع، أرجوكم اتقوا الله مش كده. وأضاف: الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم. لا تدع جاري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم. وتابع: لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين ده، لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما، فلا يرد القضاء إلى الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. إلهي يذهب البأس رب الناس، اشفي وانت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل، لا ملجأ إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. وعادت الفنانة إيمي سمير غانم نشر ما كتبه زوج شقيقتها دنيا ردا على ما انتشر قبل ساعات من تدهور حالة والدها الفنان الكبير سمير غانم، لتؤكد عدم صحة ما تم تداوله، وتطلب من الجميع تحري الدقة فيما ينشر عن حالة والدها. وكانت تقارير مصرية كشفت في وقت سابق عن تطورات خطيرة في الحالة الصحية للفنان الكوميدي سمير غانم، مشيرة إلى أن حالة سمير غانم الصحية تدهورت وأصبحت غير مستقرة خلال الساعات الماضية. جمهور سمير غانم يتمنى الشفاء له ومصدر بالنقابة نتابع حالته أولا بأول. تعرض الفنان الكبير سمير غانم لأزمة صحية تسببت في شعور جمهوره بحالة كبير من الحزن عليها، والجميع يطالب بالدعاء له للخروج من المحنة الصعبة التي يمر بها حاليا في أحد المستشفيات. ونفى مصدر داخل نقابة المهنة التمثيلية ما أشيع مؤخرا عن خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن حالته غير مستقرة. وحرصت مؤخرا الفنانة دنيا سمير غانم على توجيه رسالة محملة بالدعوات إلى والديها النجم سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع انستغرام. وكتبت دنيا سمير غانم: اللهم يا واسع العطاء ويا منزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشفي دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. اللهم اشفي دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى،
ليعودوا كما كانوا. يا رب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، ربي أفرحنا بعافيتهم عاجلا غير آجل. اللهم كما شفيت أيوب بعد الابتلاء، اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى وكل من طال مرضه برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى بشفائك، وداوي دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى بدوائك، وعافي دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى بعافيتك. يذكر أن نجم سمير غانم ما زالت حالته الصحية غير مستقرة وحرجة، وأكد مصدر طبي أنه لا يزال يوضع على جهاز تنفس اصطناعي بالعناية المركزة، وطلب من الجميع الدعاء له. الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة ويخضع للتنفس الصناعي. كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري سمير غانم أن الحالة الصحية للفنان غير مستقرة وما زال بغرفة العناية المركزة ويخضع للتنفس الصناعي. وأضاف المصدر أن الفنان دلال عبد العزيز ما زالت حالتها مستقرة نوعا ما وتتلقى العلاج اللازم وبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا، كما يتم عمل جلسات أكسجين لها لتنظيم النفس. ونفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير إصابة غانم بفيروس كورونا، وأكد أن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته غير صحيحة تماما، وأن الفنان دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا وموجودة داخل مستشفى عزل. وقال حينها أن سمير غانم تعرض لوعكة صحية حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة خاصة بعد يومين. ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز أحد مستشفيات العزل منذ 4 أيام بعد إصابتها بضيق في التنفس نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ إجراءات العلاج اللازم بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هي حالة الفنان سمير غانم الحقيقية؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.